مرحبا، انا اوجن نبالي من اعزف دوت كوم، وبهذا الفيديو راح نتعرف على اغنيه واحده من الاغاني التراثيه اللي هي لحنها الاستاذ توفيق النمري. هاي الاغنيه اسمها على طفافك يا اردن، وهي على مقام البيات، وبهذا الفيديو راح ناخذها من درجه الري. في البدايه خلينا نتعرف على مقام البيات مع بعض، اللي هو كالتالي. بصورة أبطأ نتعرف على العلامات المميزة في هذا المقام. بالأول عندنا الري، مينوس بيمول، فا ناتشرال، سو فاضي، لا، سي بيمول، دو فاضي، وري ناتشرال، ونرد نرجع في المقام كالتالي. تمام، بداية الأغنية راح تكون كالتالي. هي نفس الجملة وبترجع بتنعاد كمان مرة، بنعودها بصورة أبطأ، راح تكون كالتالي. سولفيج هاي الجملة راح يكون ري سول 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 فا سول فا مي ري دو ري مي فا مي فا ري، ري سول 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 فا سول فا مي ري دو ري مي فا مي فا ري. تمام، هلا بعد الإعادة راح ننتقل من البريمو للسكندو، راح تكون نعيدها بصورة أبطأ. تقريبا راح تكون نفس الجملة بس بصير الفرق بالنقلة، فراح تكون ري سول 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 فا سول فا مي ري دو ري مي فا مي فا ري سول ري. هلا ننتقل للجزء اللي بعده. السولفيج تبعها سول ري سول ري مي ري دو ري سول ري سول ري دو ري مي ري سول ري. وبعدين ننتقل للجزء الثاني اللي بعده اللي هو كالتالي. نعيده بصورة أبطأ. اللي هو بيقول كالتالي فا 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 لا سول فا سول لا فا 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 سول فا 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 لا سول فا سول لا فا 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 سول فا. الجزء اللي بعديه راح يكون صورة أبطأ. السولفيج تبعه بقول، وننتبه انه هون السول راح تتحول لسول بيمول، فالسولفيج راح يكون كالتالي لا 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 سول لا سول فا 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 سول فا مي فا مي ري لا 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 سول لا سول فا 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 سول فا مي فا مي ري. وآخر جزء راح يكون كالتالي بصورة أبطأ. ببساطة بقول
فامي صول فامي ري ري، فامي صول فامي ري ري. وبنرد نرجع نعيد بالأول، كلياتها بتصير بالشكل التالي. وبهيك بنكون تعلمنا أغنية على ضفافك يا أردن على مقام البيات، وبهذا الفيديو أخذناها من درجة الري.